السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل بس على حاجتين. الحاجة في حديث اللي هو يعني أنا مش حافظة الحديث، فيما معناه إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تذكر اسمه، وده من البر اللي الولد بأبيه، لأنه بيقولوا فلان ابن فلان، يعني بيوصلوا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل تريدين أنه من إكرام الآباء أن الملائكة تبلغ الرسول تقول له فلان ابن فلان يسلم عليك؟ أيوة ماشي، لا بأس. لكن إذا كان أبوه صالحا، إذا كان أبوه صالحا، أما إذا كان طالحا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال ذلك، قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. السلام عليكم. الله يحفظك.